طيب تحليلات كتيرة جدا لسه طبعا في جزء كبير من الكلمة هنتابعه مع حضراتكم، هناقش جزء منه مع ضيفي، وفي الساعة الثانية في الاتصالات أيضا هفتح المجال لحضراتكم عشان نشوف إيه رأيك في كلمة السيسي النهاردة، لماذا ظهر عبد الفتاح السيسي بهذا القدر من الخوف والتوتر. لكن أيضا في ناس بتقول إن الراجل الآن من الغليان اللي موجود في الشارع، الآن من الغضب الشعبي اللي هو عارفه كويس، الآن من دعوات تظاهرات بتقول إن هتنزل بالتزامن مع قمة المناخ، الآن من قمة المناخ نفسها لتقلب غم وهو محتاجها تكون لقطة جميلة. خليني أنقل كلمة السيسي وأيضا دعوات التظاهرات لضيفي الذي انضم إلي عبر الإنترنت، المهندس خالد السرتي مؤسس حركة أصحاب البلد. أهلا بيك يا فندم. السلام عليكم، ازي حضرتك يا أستاذ أسامة؟ أنا حلو إن شاء الله على طول، إن إحنا مع الحق الحمد لله، فإن شاء الله إحنا حظنا حلو إن إحنا ما كناش في الطرف الثاني، أنا شايف ده لحد ذاته كافي يعني. طيب ايه رايك في كلمه السيسي النهارده؟ ايه اكتر حاجه لفتت انتباهك فيها؟ والله هو يعني انا عمري ما خدت كلام السيسي محمل الجديه خالص، ما يقوله احنا بس بناخد انطباع هو بيوصل رساله لمين. هو عمره ما قال كلام بيعنيه. هو النهارده مثلا بيقول ان الجيش هو شريك في الورطه اللي انا فيها دي، لانه هو اللي عمل كل حاجه. فزي ما حضرتك تفضلت وقلت، بيقول او بيدعي ان انت عشان توصلي لازم يكون من خلال الجيش، يعني الجيش يعني بيظهر لنا ان الجيش في صفه. هو ده يعني اهم ما جاء فيه، باستثناء طبعا شويه العته اللي هو قاله ده، بالنسبه لنا يعني شيء معتاد، والكلام العجيب اللي بيقوله ده ما بنركزش فيه قوي يعني. طيب الرسائل المهندس خالد اللي هو وجهها، يعني هو هاجم الازهر، هاجم الاعلام، هاجم خبراء ادعى ان هم رفضوا يكونوا جزء معاه، هاجم رجال الاعمال بشكل كبير جدا يعني، والقطاع الخاص تحديدا، اتكلم على ان هو بطل وازاي انت بتتنازل او بتدي ظهرك للبطل. الرسائل دي كلها في كلمه في الظروف اللي احنا فيها، في دعوات التظاهر، في قمه المناخ، هل شايف ليها دلاله معينه؟ هو حضرتك طبعا نظريا طبعا المفروض لها دلاله كبيره جدا ان هذا الرجل دلوقتي يشعر بالخذلان، ده نظريا. لكن عمليا انا ما بفصلش بصراحه السيسي عن اسرائيل خالص، يعني انا دايما بشوف اسرائيل هتتصرف ازاي، لان المكسب اللي هي فيه مكسب تاريخي، يعني حلم ان يكون في جاسوس موجود على راس الحكم، دي حاجه يمكن ما حصلتش في التاريخ قبل كده او مؤكد يعني، فمش هيفرطوا فيه. أنا دايما بحس إن هو بيحاول يدي الشعور بقرب النهاية، وبعدين في الوقت اللي يكون فيه تخطيط كبير جدا جدا. وطبعا أكبر دليل على كده إن مستمر في الاعتقالات، في أحكام القضاء الجائرة، في الإخلاء، استمرار بناء القصور. فده مش واحد يعني بيقرر ان هو هيمشي، لا ده واحد بيستهبل، او يعني انا اسف في الكلمه يعني بيتسهوك لحد ما اسرائيل تكون ظبطت له الاجواء العالميه لفرض قرار على الجيش. ده بيدينا، معلش انا اسف في النقطه دي، ان الاستنتاج ان احنا لازم نعتمد على نفسنا. نعتمد على نفسنا كشعب. طيب نقطة الاعتماد على النفس، هو تقريبا النهاردة ودي من المرات القليلة قوي ما وجهش رسائل للمصريين، يعني هو دايما يطلع يقول يا مصريين مش عارف ايه، لا هو النهاردة تقريبا الشعب المصري او المصريين اللي هو بيكلمهم يعني مش موجودين في ساعتين كلام، هو بيتكلم على مؤسسات الدولة، بيتكلم على حاجات تانية هنا وهناك، على ناس ما سماهمش. فكرة تجنيب قصة يا مصريين اعرفوا يا مصريين افهموا، برضو شايف ليها دلالة معينة ولا لا؟ لا، هو حضرتك مثلا لما قال انا بقول لكم ان مفيش واحد يقدر يعيش اقل من 10,000 جنيه، فهو كان بيوجهها او بيحاول يعني يوجهها للمصريين، هو بيعرفنا ان الاسعار غاليه عشان احنا ما كناش عارفين، يعني احنا كنا مستنيين السيسي فهمنا ان الاسعار غاليه. هو حاليا بيتكلم بالمنطق اللي ابتدى فيه من البدايه، انا معايا الدبابه. هل بقى الدبابة معاه ولا لا؟ ما حدش يقدر يعرف خالص. الشيء الوحيد الثابت اللي احنا ممكن نعول عليه هو ان الشعب المصري بشكل مدروس ومنظم
يقوم ياخد حقوق. طيب بس. واعتقد ان ده يعني مدخل مهم للسؤال او للمقابله الرئيسيه اللي كنا اصلا مرتبين مع حضرتك بخصوصها يعني قبل كلمه السيسي، وهي فكره دعوات التظاهر في 11 نوفمبر. انت كان ليك تصور اخر عن فكره تحديد يوم بعينه والدعوه ل 11/11، لكن خليني اسالك بدايه موقفك من الدعوه للتظاهر. يعني انت من الداعين الان الى النزول في تظاهرات المناخ 11 نوفمبر ام لا؟ هو حضرتك يعني انا بص حضرتك انا متجاوب مع الغضب الشعبي، انا عمري ما ربطتها بميعاد، انا ربطها دايما باستعداد. لكن لما بلاقي في غضب شعبي كبير والناس نازله وفيديوهات وعشرات الالاف من الفيديوهات، فلا يمكن غير ان انا اكون عامل مساعد ومشجع للناس. لكن الموضوع بالنسبه لي يعني ايه هننزل نعمل ايه، ده اهم. هل احنا نقدر ان احنا بدون الاعتماد على اي جهه ان احنا ناخد حقوقنا؟ نقدر والله بسهوله جدا. ازاي؟ وهو ده ما يعرف في ناس طبعا قدمت مشروعات، احنا مقدمين مشروع اسمه ثوره المفاصل، انا شرحته عند الاستاذ في قناه الحوار وبتفضل ان انا بشرحه عند حضرتك دلوقتي، والاستاذ احمد موسى تفضل وشرحه امبارح. نشكر الزميل احمد موسى لانه شرحه امبارح بس اضاف لي شويه حاجات يعني عاوزين نصححها له شويه. احنا ننسى خالص موضوع التظاهر والاعتصامات وكده، مش عارف، ما لهاش فايده خالص. هنقعد نطالب الجاني المجرم المنحط ونقول يا ده السفاح ده قتلنا. طب ما هو سفاح، ما عملش كده، مش سفاح يعني. احنا بنتكلم على نقاط في جمهوريه مصر العربيه، 5600 قريه، مناطق شعبيه في القاهره والجيزه وعواصم المحافظات، بعض المراكز يعني اللي هي طبعا المراكز بتضم قرى. احنا عندنا اكثر من 10000 نقطه، وبعد اقل يعني اخر ما يستطيع الجيش والشرطه، لو افترضنا ان هم لازم نفترض الأسوأ ان هم ضد الشعب، لا يمكن هيغطوا اكتر من 300-400 نقطه خالص. فاحنا مش بنطلع لا بنعمل سلاح زي ما قال لنا الله يا الاستاذ احمد موسى، مش عارف ازاي يجازف يا استاذ اسامه بجماهيريته ومصداقيته، يعني ازاي احمد موسى جاي قال اطلع بالسلاح؟ واحنا يا عم هو احنا انت عارف يعني، واحمد موسى لا يملك غير مصداقيته طبعا، هيجازف مصداقيته؟ لا، احنا وجودنا حوالين بنحيط هذه المفصلات الدولة، وقلنا على أهداف كتير وهنحددها بشكل أكبر إن شاء الله قبل النزول، لكن بصفة عامة هي مصالح الضرائب، البنوك الحكومية، الجامعات الزراعية، مجالس القروية، المحاكم، الأحزاب الكرتونية، ممكن يكون الجمعيات بتاعت الشرطة أو الجيش، لكن احنا بعيد عن الاصطدام بالشرطه والجيش وخدمات الناس. يعني ما حدش يقول محطه الميه، ما حدش يقول محطه الكهرباء، لان هو هيستغل هذا الموضوع وينهار. احنا بنتكلم على مفاصل الدوله اللي توجعه، هو الكارتات، مخالفات المرور بس كده. السيناريو ايه يعني انك تحاصر هذه المقرات؟ السيناريو حركة الناس هتنزل في القرى وفي المدن، بدل ما هتنزل هتتجمع في ميادين، لا كل واحد هينزل في الاماكن بتاعته. وانا دايما بقول ان الثوره هي اللي بتفرز قيادتها. يعني احنا لا يمكن حد يتخيل ان احنا نقول مين قائد هنا ومين قائد هنا ومين قائد هنا. لو الشعب حس فعلا ان هو بحاجه للخلاص، الناس هتتواجد مثلا عند المجلس القروي وهتقف بس، ده مبدئيا لحد ما نامن نزول الناس أعداد كبيرة. أنا بسأل في النقطة دي يا باشمهندس خالد، إن الناس هتنزل تقف تعمل إيه؟ يعني تمنع الدخول والخروج، تحاصر المقر، هتتواجد، هتحيط المكان. مفروض إن شاء الله لو ربنا وفقنا في خلال 24 ساعة أو 48 ساعة يبقى عندنا عدد كبير من القرى الناس متواجدة فيها، ويروح البيت ياكل وينزل وكل حاجة. طب يعني أسألك سؤال وخليني معلش أتناقش معاك في التفاصيل. طب أكمل دي بس يا أستاذ أسامة والله. اتفضل يا فندم. مفيش اي حاجه انتهاك انهاك ليك انت خالص. بعدين لما هيبقى في عدد يسمح هنطلب هنطالب ببعض المطالب اللي هي الناس خدتها من 300 سنه. لو تم الاستجابه او لو تم اعتداء الشرطه على بعض الناس من البدايه خالص قبل ما هنطلب، هيتم الدخول في هذه المناطق. يعني الضرائب مثلا يعني الصوت قطع.
الصورة بس مش موجودة لكن الصوت موجود. يعني الضرائب مثلا هنخش نجد واخدين الضرائب كلها، يعني البنوك الحكومية، الجامعات الزراعية. المقصود بالموضوع ده ان انت بتعمل ظهير شعبي في القرى. لا معلش، النقطة دي محتاجة توضيح يا باشمهندس خالد. ناخد الضرائب وناخد البنوك، بتتكلم على الفلوس يعني ولا بتتكلم على ايه؟ لا هنبقى موجودين فيها. يعني السيطرة على المقرات. يعني كل ملفات الضرائب مش تبقى موجودة مثلا لو هو ضرب حد، لو اعتدى على حد من المصريين. كل ملفات الضرائب هياخدوا خلاص بقى. يعني طيب. يعني انت الحاجة الأهم بقى برضو، معلش وأنا بركز عليها دايما، طبعا هي ثورة سلمية 100%. حلوة 100% دي. لكن احنا موجودين مش موجودين في ميدان، احنا موجودين في الشوارع. انا بيتك يا امين شرطه ويا عسكري ويا ضابط قدامي، فانا حريص جدا عليك. طيب وعلى اسرتك. في سؤالين الحقيقه. السؤال الاول، ما تجيش ناحيه ولادي. طيب. عشان انت ابنك مش اغلى من ابني. جميل. السؤال الاول وهو مهم جدا الحقيقه، ايه فرق السيناريو اللي حضرتك بتقوله ده، سيطره على الضرايب، على مراكز في القرى، على بنوك، على مش عارف كذا، عن قصة الفوضى اللي هم بيقولوا عليها؟ طب ما يقول لك ما يا جماعة ثورة المفاصل دي بتدعو للفوضى في البلاد وتعطيل مصالح الناس ومش عارف ايه. فدي نقطة مهمة لو ترد عليها. طيب هو مبدئيا حضرتك الثورة نفسها فوضى. يعني الثورة، مبدأ الثورة فوضى. احنا عندنا نظام ضد مصالح الناس، المفروض ان احنا بنغيره بأساليب مشروعة كل الناس اتفقت عليها. فأنت بتخرج عن هذا النظام، فأنت قانونا في هذه البلد الظالمة اللي هي لا فيها قضاء ولا فيها شرطة ولا فيها جيش بتنتهك هذا القانون، لأن أنت مش من حقك خالص. أنت بقول لحضرتك حاجة جميلة، المظاهرات نفسها فوضى، لأن في قانون بلح السيسي عمله أن الخروج في التظاهرات غلط وعيب. فانت كثوره لازم نتفق طبعا ان احنا خارجين عن هذا القانون، وانت خارج عن القانون وانا خارج عن القانون، وانت تلاقي عليك دلوقتي 6 أحكام اعدام. فسيبك من النقطه دي، يعني دي، لكن عمليا على الارض الشعب هو صاحب السلطات. فلما السلطات كلها تجتمع على سلب كل حقوقه بهذا الشكل، يصبح مش من حق الشعب، لا من واجب الشعب ان هو يسترد حقوقه. ده اعتقد واجبه يعني انسانيا ودينيا. طيب. ووطنيا. جميل. في سؤال تاني، 16 اغسطس 2013 تم السيطره بالفعل على حوالي 6 أو 7 مراكز مباني محافظات على اقسام شرطه، وقيل في هذا التوقيت، وانا كنت في القاهره في هذا التوقيت، ان المحافظات دي خلاص خرجت عن سيطره الجيش. ومن الروايات اللي رددت بشده بعد هذا اليوم أن اللواء محمد العصار اتصل بالدكتور محمد علي بشر القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، وقال له يا دكتور تعالوا نقعد، لأن في 7 محافظات الأمور هتخرج عن السيطرة، ورفض الأمر من قيادات الإخوان، ثم الجيش نزل يعني كسح ال7 محافظات ب8 محافظات زيادة عليهم. طيب هل السيناريو ده مش وارد الحدوث مهندس خالد؟ لو لا، هو حضرتك مش ده اللي حصل بالدقة. بالدقة إن هم تراجعوا، يعني الناس اللي في الصعيد، عشان طبعا عندي كان عندي عمال كتير في الصعيد، طلب منهم ان هم يرجعوا بيوت. دي نمره 1. نمره 2، الناس كانوا موجودين في مكان محدد في محافظه، وهذا امر مالوش علاقه باللي احنا بنقوله خالص، لان اي وحده عسكريه موجوده في محافظه قادره على فض 5 6 تجمعات كمان. لكن لو انت قلت ان كل محافظه فيها مثلا في المتوسط 8 او 10 مراكز وكل مركز في 40-50 قرية، فأنت بتتكلم على المحافظة في الكلام ده كله، فاستحالة. وأنا برضو حاجة خاصة بقول لحضرتك، يمكن أنا حكيتها كتير بس فرصة، يعني أنا والدي الله يرحمه كان مأمور مركز السنطة في الغربية، فهو كان المركز السنطة كان فيه 46 قرية، لما القريتين كان بيحصل فيهم مشاكل كانوا بيجيبوا قوات من المديرية، لما كذا مركزين يحصل فيهم مشاكل أو ثلاثة بيجيبوا يطلبوا قوات من كفر الشيخ. لان احنا بقى بنعمل العكس، او هم اوحوا لينا ان الثوره هي تجمع في مكان، بينما طبعا الناس اللي زيك وزي اللي حضروا رابعه مثلا، واللي حضروا مش عارف، واللي حضرنا التحرير، وعرفنا ان الموضوع في الاخر يعني يتبع قرار يصدره الجيش في اي وقت وفقا لما يراه. عاوز افضك افضك، لكن انتشارك في اماكن كتير، وجودك جنب اماكن تقدر
تمسكوا بيها وجودك جنب بيوت السلطه التنفيذيه، ويطلب منهم في حاله عنف لو سمحت تعالى اقف بيتك عشان طيب في معضله في النقطه دي يا مهندس خالد الحقيقه. اتفضل. اكيد وصلاك يعني في مقوله من ايام يناير وما قبلها انه لا يمكن لثوره ان تنجح او لاي حراك شعبي ان ينجح دون ظهير شعبي له قواعد ومنتشر، وبالتالي نحن نتحدث هنا عن جماعه الاخوان المسلمين. ناس كتير جدا من اللي بتكلم معاها من اللي بستضيفها على مدار الثمان سنين اللي فاتوا او التسع سنين اللي فاتوا بيقولوا يا جماعه الخير ما فيش اي دعوه للتظاهر هتنجح ويكتب لها الاستمرار دون وجود جماعه الاخوان المسلمين. ايه رايك؟ طيب طبعا انا الحمد لله موقفي عمره ما كان عدائي ناحيه جماعه الاخوان المسلمين، يعني انا معروف بكده بالعكس يعني، لكن هي الدول اللي بتعمل ثورات بره عندهم جماعه الاخوان المسلمين؟ عندهم ممكن يكون عندهم جماعات، يعني مثلا رومانيا لما رومانيا لما قامت مثلا، او ايران او جنوب افريقيا ما كانش عندهم جماعات الاخوان المسلمين. يعني انا شايف ان ده تقزيم فعلا في غير موضعه من شان الشعب المصري. طبعا جماعه الاخوان المسلمين جماعه قويه واضافه قويه، مكون الاقوى في اي ثوره مصريه هتيجي يا ريت، لكن مش هو ده الاشتراط. يعني اكثر من 1% من الشعب المصري او يمكن 90% من الشعب المصري غير مصنف اصلا. 90% من الشعب غير مصنف، لكن عندهم بزمام المبادره. ممكن لو هتلاقي مثلا 5000 واحد او 1000 كل المسلمين لو لهم موقف ايجابي كنت هتلاقي مثلا ال 50 واحد اللي من جماعه الاخوان المسلمين ابتدوا في الاول وهم قادوا الناس. لكن طبعا كان من اهم خطط الجيش حاله الوقيعه والتفرقه، وده بالجاني وده مش عارف ايه. طيب لكن طبعا مش شرط يعني، وانا اتمنى طبعا الاخوان المسلمين، واخوان المسلمين اكثر ناس تم الاعتداء عليهم. اللي يمنع احنا مش عايزين ورا ذروه ان هو الراجل هيبقى بيموت وبيعمل ومستني قرار من تركيا او من ما اعتقدش في النهايه خالص. وانا اعرف والله شباب من الاخوان يعني بيقول لك احنا مع الناس في الاخر جماعه غصب عن اي قرار، زي ما حصل يا اسامه حبيبي في التحرير لما كان في كتير موقف الجماعه الرسمي حاجه. صحيح. والشباب بيطلع بيروح. طيب سؤالي الاخير الحقيقه، وانا يعني سيبه من الاول يعني خالص. ايوه تخيل ويا ريت تطلعوا صوره المهندس خالد لو سمحت. خالد انت قاعد في الحديقه وراك الجناين في امريكا ومزاجك عالي العال وقاعد في امان وبتدفع بالابرياء الى التهلكه في مصر سواء القتل او الاعتقال، فهو انتوا كده انتوا من بره بتلبسوا الناس في الحيط، ايه رايك؟ والله انا ليا يعني ردود كتير. بحاول اجيب اخسرها زي بس يا دكتور اسامه ارجوك عشان انا لو سمحت الردود اللي بقولها مش مهذبه خالص يعني. طيب نقول سريعا، اولا مبدئيا دي قله ادب منك ان انت تتخيل ان الشعب المصري بيساق زيك، انت معزه فبتسمع احمد موسى يجرجرهم من رقبتهم زي المعيز اللي هو ده. نمره واحد. نمره في بلد جميله تقول ليه بلدك يا معزه مش جميله؟ هل واعمل قصور واعمل مدن جديدة 99% من الشعب مش هيخشها أصلا. وإن ابتدت عشان مش عاوز أخد وقت يعني كتير، في تدعيم جامد جدا أنا لمسه لمسار ثوري. والله بصرف النظر عن أي حساسيات، ما قدامنا غير الشعب، لازم ننسى كل حاجة حتى الطوائف اللي هي بعيدة في الصراع. أنا بتخيل دلوقتي منظر ماليزيا لما جه مهاتير محمد قبل ما يموت
ولم الناس رجع وقال لهم هنعمل مصالحه وجاب كل الناس حتى اللي كانوا ساجنين بعض. احنا في موقف تاريخي، كل الناس بدل ما كل واحد يتخيل انه هياخد تورتايه لوحده، مفيش تورته لحد دلوقتي. طيب احنا عايزين الشعب يعيش كويس. بس انا بشكرك جدا، بس قبل ما اشكرك انا لازم اتحفظ على موضوع المعزه والمعيز، لان احنا على الهوا، ويعني نحن زي ما قلت لك يعني هناك معايير صارمه في الحقيقه في موضوع الكلام ده، فانا بتحفظ طبعا على موضوع معزه ومعيز ده. وبشكرك جدا مهندس خالد السرتي، مؤسس حركه اسامه، انا كنت جايب اخري. شكرا جزيلا لك، اشوفك بخير ان شاء الله.